الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. فمن هدي السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم ما ذكره عبد الله بن شقيق التابعي الجليل المتفق على إمامته رحمه الله ورضي عنه، كما أخرج الترمذي بإسناد صحيح أنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا الأثر فيه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وحكمهم على تارك الصلاة بالكفر. وقد مر علينا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان من هديهم أنهم يحكمون على تارك صلاة الجماعة بالنفاق، كما قال ابن مسعود: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأما تركها فإن الصحابة رضي الله عنهم مجمعون على أن تارك الصلاة كافر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الإجماع نص قاطع في هذه المسألة، وما جاء من خلاف بعده فإنه محجوج بهذا الإجماع الذي نقله هذا التابعي الجليل المتفق على إمامته وعلى جلالته. والأدلة الشرعية متضافرة في الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة، منها قوله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، وقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهنا البينية أي بين الإسلام وبين الكفر، أي العهد الذي بيننا أي نحن المسلمون، وبينهم أي الكفار، هذه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وهذا دليل صريح في كفر من ترك هذه الصلوات المكتوبات. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وهذا أيضا نص صريح في كفر تارك الصلاة. وأما كلام الصحابة فهو كثير متضافر عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قول عمر رضي الله عنه وأرضاه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقال علي رضي الله عنه: من لم يصلي فهو كافر. وأقوال الصحابة في كفر تارك الصلاة كثيرة جدا، وهذا هو هدي الصحابة أنهم يكفرون من ترك الصلاة. فتارك الصلاة وإن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن عمل ما عمل من الأعمال الصالحة، فإنها لا تنفعه لأنه قد خرج من الإسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا يا عباد الله، يعظم الأمر في الحرص على هذه الصلاة والعناية بها، وأيضا أمر الأهل بها. فقد أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأمر الأهل بها، بل أمر بضربهم إن لم يستجيبوا. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وما جاء الأمر بالضرب عليها إلا لأهميتها وعظيم شأنها. فالصلاة يا عباد الله أمرها عظيم، والناس إلا ما رحم الله قد تساهل فيها، أو قد يتساهل في أمر الأهل بها والأولاد، فتجده يأتي إلى المسجد ويصلي ويترك أهله رقادا في البيوت، وإن أمرهم فإنه يأمرهم على استحياء، أو يتعاطف معهم، أو يتلطف في الأمر بالصلاة. وكل هذا خلاف الشرع، فالأمر في الشريعة بأن يؤمر الأولاد على هذه الصلاة، وأن يؤطروا عليها أطرا، وأن يضربوا عليها ضربا، وأن لا يتساهل في أمر هذه الصلاة. وشاهد يا عبد الله اليوم في صلاة الفجر بالخصوص، من يصلي من الصغار إلا ما رحم الله؟ وما هو السبب في ذلك؟ السبب هم أولياء الأمور،
المسؤولون عنهم، لأنهم لا يحرصون على إيقاظهم لهذه الصلاة. وأما إذا جاء الدوام وجاءت المدارس فإنهم يحرصون على إيقاظهم والذهاب بهم إلى المدارس، والصلاة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأعظم ما ينجي من النار هذه الصلاة المكتوبة، فإنها أول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عنه المرء من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فهي عمود الدين. كما قال صلى الله عليه وسلم: رأس الإسلام، قال عمود الإسلام وعموده الصلاة أي الإسلام. فهذه الصلاة يا عباد الله شأنها عند الله عظيم، بها تستجلب الأرزاق وبها يدفع العذاب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقيم هذه الصلاة كما أمر الله، كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.